يقول المؤلف: باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض أو المحيض نسختان. من المعلوم أن الحيض له رائحة منتنة، وأن المرأة إذا اغتسلت فقد يبقى أثر هذه الرائحة، فكان من الأولى والأفضل أن تتطيب، لكن إن كانت غير محدة فإنها تتطيب بما شاء، وإن كانت محدة وهي التي مات عنها زوجها وكانت في العدة فهذه يجب عليها الإحداث. والإحداث هو أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليه من الزينة والتحسين ولباس الثياب الجميلة وغير ذلك. ولهذا نحصر ما تتجنبه الآن، فنقول: أولا لا تلبس الثياب الجميلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، وهو نوع من الثياب يعتبر ثوب بذلة، والمدار كله على أن لا تلبس ثوبا جميلا. أما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الألوان: أخضر، أحمر، أصفر، بني، الذي تريد. وهل تلبس الأبيض وهي محادة؟ قال الفقهاء: تلبسه ولو كان حسنا، والصحيح أنها لا تلبس إذا كان حسنا. وتختلف النساء باختلاف البلدان، فمثلا عندنا هنا في الجزيرة ترى النساء أن الثوب الأبيض ثوب جمال فإذا لا تلبسه. في بعض البلاد ترى أن النساء أن الثوب الأبيض لباس عادي فتلبسه. الثاني أن لا تلبس الحلي في يدها أو في رقبتها أو في أذنها أو في رأسها أو في رجلها أو في بطنها، في أي مكان لا تلبس الحلي، وسواء كان حلي ذهب أو حلي فضة، لأن هذا يعتبر زينة وتجمل. فإن قال قائل: وإذا كان عليها سن ذهب فماذا تقولون؟ نقول: إن أمكن خلعه بلا ضرر فلتخلع، لأن بعض الأسنان يلبس تلبيسا ويسهل أن يخلع، وإذا كان الأمر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه لما عليها من الضرر، ولكن يحسن أن تحاول أن لا يظهر، أن تحاول أن لا يظهر. فإن قال قائل: إن قولكم هذا يعني أن تبقى دائما مكتمة ما تتبسم ولا تظهر، قلنا: لا، لا نريد هذا، نريد أن لا يكون هناك ظهور إلا إذا دعت الحاجة، لأن يعني بعض النساء ربما تتقصد أن تفتح فمها من أجل: يا نساء شوفوا علي سن ذهب مثلا. طيب، فإن قلت: ماذا تقول في الساعة؟ أهي من الحلي أو من ثياب التجمل؟ قلنا: هي لا تخرج عن هذين. إن كانت الساعة ذهبية والذي تمسك به ذهبي فإنها تدخل في الحلي، وإن لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيما نرى، وعلى هذا فلا تلبس الساعة. وبإمكانها أن تستدل على الأوقات بالساعة تجعلها في جيبها ولا حرج فيها. الثالث مما تتجنبه جميع التحسينات، سواء كان في العين أو في الأنف أو في الخد أو في الشفتين أو في الرأس أو في غير ذلك، كل التحسينات. فتتجنب الكحل إلا إذا احتاجت إلى ذلك، فإنها تكتحل بالصبر بالليل وتمسحه بالنهار. أما الكحل الملون الأسود فلا. حتى أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وإنها اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. قال ابن حزم رحمه الله: لا تكحل عينها ولو عميت، لأن رسول شكي إليه مرأة تشتكي عينها، قال: لا تكتح. ومن التحسين أيضا تحمير الشفاه، فإن هذا لا يجوز المحادة، والمكياج لا يجوز المحادة، والحنة سواء كان خضابا أو في الرأس لا يجوز المحادة، لأن كل هذا من إيش؟ من التحسين. طيب، فإن قالت امرأة: إن فيها وشما على ظهر الكف أو في الذراع، فماذا تصنع؟ نقول: أصل الوشم إذا أمكن إزالته بدون ضرر ولا تشويه للمرأة فإنه تجب إزالته، أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بتشويه أو ضرر فلا تجب، لا للمحادة، لا على المحادة ولا غيره. تتجنب كذلك، ذكرنا الآن كم؟ ثلاثة أربعة خمسة اللي تبون، المهم بعد اللي بعد هذا ما بعده. نعم، تتجنب الخروج من البيت، فلا تخرج من البيت إلا لحاجة نهارا أو لضرورة ليلا. طيب، وضرورة نهارا من باب أولى. لحاجة نهارا مثل أن تكون امرأة ليس لها عيش إلا أن تخرج السوق بسلعتها، أو إنها مدرسة لا يمكن أن تتخلف ولم يرخص لها، أو أنها طالبة تخشى أن يفوتها الاختبار فترسب أو ما أشبه ذلك، هذه حاجة. أو لضرورة الليل، في الليل ما تخرج إلا للضرورة. قال العلماء: الضرورة مثل أن يشب في بيتها نار فتخرج، ضرورة. أو أن يتسلق الجدار عليها مجرم فتهرب منه، هذا أيضا ضرورة. أو يكون البيت قديما
فتنزل الأمطار فتخشى أن يسقط البيت. المهم الضرورة معروف. طيب وهل تخرج إلى فناء البيت المحوط بالسور أو لا؟ نعم، يعني هذا من البيت. وكذلك لو كان البيت في مزرعة فإن المزرعة تابعة للبيت. طيب فإذا كانت امرأة بدوية لها بيت وحول بيتها حضار للغنم، هل تخرج؟ إذا كان متصلا بالبيت خرج إنه منه، وإن كان منفصلا فلا تخرج إلا لحاجة، مثل أن لا يكون عندها من يقوم بشؤون هذه الغنم، أو ليس عندها من يحلب الغنم، أو ما أشبه ذلك، هذا حاجة تخرج لهذا. طيب وهل لها أن تصعد فوق سطح البيت؟ نعم، مكشوف سطح البيت، يعني ما فيه لا جدار سور، هل تصعد أو لا؟ ها؟ لا ما تكشف، الجدار طويل. ها؟ هذا تراجع لطيف من الشيخ كمال. طيب على كل حال تصعد إلى السطح، تصعد إلى السطح ولا بأس ليلا ونهارا. وما اشتهر عند العوام أنها لا تبرز للسطح أو لفناء البيت في ليالي الإبدار بناء على أن القمر إنسان، فهذا لا عبرة به، لأن عند العوام بعضهم يعني يقولون إن القمر إنسان بدليل له أن له عينين وأنف فم. صحيح هذا؟ هل له عينان؟ أبدا، ولا له أنف ولا له نعم ولا نعم. لكن في وسطه ظل، لا شك إن الإنسان إذا رأى يتخيل شيء في وسطه ظل. فالعامة يقولون لا يجوز في ليالي الإبدار أن تبرز للقمر لا في السطح ولا في فناء البيت، وهذا لا أصل. طيب هل لها أن تكلم الرجال؟ نعم لها أن تكلم كما يكلم الرجال غيره، لكن الله يقول لا تخضعن بالقول، ليس لها أن تخضع بالقول، وإنما تكلم بقدر الحاجة، كرجل استأذن يسأل عن رجل البيت هل ها أن تخاطبه وتقول فلان غير موجود. الهاتف لها أن تكلم به، ولكن كما ذكرنا لا يجوز أن تخضع بقول. طيب هل لها أن يراها أحد من الرجال؟ يعني مثلا أخو زوجها، عم زوجها، هل لها أن تمكنه من رؤيته؟ نعم. عند العامة أن المرأة لا يمكن أن يراها الرجل إذا كانت محادة إلا إذا جرت العادة بأن هذا الرجل يدخل عليها في حياة زوجها، وهذا لا أصل له، بل لها أن يراها الرجال وأن تكلم الرجال وهي في ذلك كغير محادة. فلو دخل أخو زوجها عليها يعزيها مثلا، أو عم زوجها، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، ما في مانع. هل لأبي زوجها أن يدخل عليها؟ نعم، ويراها أيضا، كيف؟ لأنه محرم. طيب وكذلك ابن زوجها، نعم. طيب أبو أمها كذلك، طيب بارك الله زين. إذن إذا كان من المحارم لا أشكال فيه. طيب هل يلزمها أن تغتسل كل يوم جمعة؟ عند العامة يلزمها، لازم كل جمعة تغتسل، وهذا لا أصل له، ما هو صحيح، تعبدي ما نجامي هم يقول هكذا، ولهذا دائما يسألون عن هذا. طيب هل يلزمها أن تكون صلاتها من حين يؤذن، يعني يلزمها أن تقدم الصلاة في أول الوقت؟ لا يلزمها، تصلي كالعادة في أول الوقت، في أوسط الوقت، في آخر الوقت. فالحاصل أن المحادة الممنوعة من أشياء معدودة، وبقية الأشياء هي كغيرها. في الحديث يقول كنا ننهى، تقول معطية كنا ننهى أن نحد على ميت، من الذي ينهاهم؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا أو أمر الناس فله حكم الرفض، لأن الآمر والناهي للصحابة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا ساق الكلام مساق الاستدلال، إنه يحمل ولا بد على أن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وإذا قال الرسول أمرت أو أمرنا، من الآمر؟ الله. تمام. طيب يقول أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فوق ثلاث ودون ثلاث يجوز، دون ثلاث يجوز. يمكنك الآن للنساء خاصة أو للنساء والرجال؟ الحديث ما فيه إلا ذكر النساء فقط.